مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء من ضمن المجالات المهمة جدا في القرن 21، والحقيقة ان المجال دوت بيخدم تطبيقات كتيرة في الاتصال بالأقمار الصناعية، في أجهزة التوجيه والملاحة، في الأمن القومي ومراقبة الحدود. كل دي تطبيقات مهمة جدا ما ينفعش ان يبقى في عندي خريج هندسة غير ملم بيها. احنا الحقيقة في الجامعة المصرية اليابانية بنهتم جدا بهذا التخصص، ووجود شراكة معانا مع الجانب الياباني بيتيح لنا الحصول على التجهيزات المعملية المتطورة اللي نقدر فعلا يبقى الخريج بتاعنا متميز، على مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى المنطقة. فكل دي التخصصات الحقيقة يعني مطلوب جدا فيها ان الخريج بتاعنا يبقى متميز في تكنولوجيا الفضاء.